télévision Mia El Jadida, deuxième. Attends, où t'es là-bas? Bonsoir. السلام الله عليكم أعزائنا المشاهدين وأهلا بكم في برنامجكم مشار تحقيق. حلقة اليوم هي لقاء بصراحة، هي نوستالجيا، هي زاوية كبرى، هي نماذج، هي نجوم ونجوم خفية، هي وقائع في الزمان والمكان، هي دنيا بيئة عشنا فصولها تنساب بحيوية، هي تذكار لمختفون عن القناة، هي في الواجهة ووجوه إعلامية في قلب الحدث. حلقة اليوم هي كل البرامج والحلقات، هي فتح في الذاكرة الذاتية والموضوعية للقناة التي انطلقت مشروعا خاصا وبدلت الاتجاه لتصبح قناة عمومية تحتل موقعا أساسيا في مشهدنا السمعي البصري الوطني. حلقة اليوم هي في العمق بحث عن المصالحة مع الذات بعيدا عن التمجيد الأناني عبر مساءلة. معلوم عقلت، ولكن مستحيل أنك تعقل على كل شيء. 20 عام ما يمكنش تختزلها يعني في دقيقة، 20 عام ديال التحقيق ودير الحلقات، وخاصة فيما يخص يعني الحلقات اللي كان عندها تأثير كبير من الجانب ديال الجانب الإنساني، لأن تحقيق كله وكان برنامج ديال القرب، قريب من الناس، كتسمع المجموعة ديال الأشخاص بتصريحاتهم في شتى ديال المواضيع، كموضوع ديال الإعدام، موضوع ديال الاعتقال السياسي، موضوع ديال الأنفقو، موضوع ديال الهجرة السرية، موضوع ديال زواج القاصرات، موضوع ديال اغتصاب الأطفال، يعني العديد والعديد من المواضيع. زعما يعني من الصعب جدا أنك يعني يبقى شيء واحد عالق في الذهن ديالك، لأن مسار طويل جدا وتراكم ديال الأحداث، تراكم ديال الأحداث، لأن كانت أحداث قوية جدا بحكم طبيعة ديال البرنامج. أولا لأن كان كيطرق لمجموعة ديال الطابوات اللي ما كانتش دازت من قبل، يعني ما يمكنش نختزل التحقيق كله يعني في واحد اللقطة معينة اللي بقات راسخة في الدين ديالي. ممكن مثلا بحال الهجرة السرية، داك السيد اللي كنا انتشلناه من تحت الشاحنة، أو يعني الإعدام داك السيد الرجل المسن اللي كان دخلته هو للسجن مع الولد ديالو، يعني الطريقة كيفاش كان عايش. أنا في قول رجعنا لدوك الناس اللي كانوا عايشين يعني بدون هاتف نقال، بدون يعني مستوصف أو مدرسة، يعني مجموعة ديال الأشياء، يعني ما يمكنش تختزلها يعني في دقيقة، يعني خصو السرد، خصو يعني ساعات.